بسم الله الرحمن الرحيم، احبابي في الله متابعي قناة فوائد. النهاردة ان شاء الله انا هقدم لكم وصفة سهلة جدا وبسيطة، وكل مكوناتها حاجات متوفرة في البيت وحاجات سهلة جدا. الوصفة ديت لحرق دهون البطن وتخسيس البطن بطريقة سريعة جدا وطريقة سهلة بدون الحاجة لعمل ريجيم، بدون عمل اي ريجيم. يعني تقدر تاكل براحتك او تقدر تاكل براحتك بدون ما تحرمي نفسك من اي حاجه، وفي نفس الوقت مع الوصفه دي تقدر تخسي كميه كبيره وتتخلصي من دهون كتيره في وقت قصير جدا. الوصفه دي هنحتاج فيها معلقه من الزنجبيل ومعلقه من الكركم، معلقه كبيره من الزنجبيل ومعلقه كبيره من الكركم، وثلاث اكواب من المياه. كل اللي هنعمله ان احنا ان شاء الله هنبدا طريقه عمل الوصفه. هتحضري طبعا اناء عشان نحطه على النار، اناء على النار. هنجيب نحط اكواب الميه الثلاثه على النار. حط الثلاث اكواب من المياه على النار، وبعد كده هنضيف المكونات بتاعتنا. حط معلقة الكركم، ومعلقة الزنجبيل المبشور، ونبدأ في التقليب. نقلب الخليط بتاعنا، نقلبه كويس على النار. نفضل نقلب كويس عشان يبقى فيه تجانس للمكونات بتاعتنا. ونفضل نقلب لحد درجة الغليان، لحد المكونات ما تغلي مع المية على النار كويس. نفضل نقلب لحد درجة الغليان، وبعد بعد ما يحصل غليان نقدر نطلع الخليط دوت من على النار ونسيبه لحد ما يبرد. نسيبه يبرد وبعد كده نعينه. عندنا ممكن نحفظه في أي مكان ونقدر نشرب منه من الخليط دوت كل يوم كوب على الريق، نشرب منه كل يوم كوب على الريق، وممكن نشرب منه كوب قبل وجبة الغداء وكوب قبل النوم، يعني نشربه 3 مرات. يبقى ناخد من الخليط دوت بعد ما يبرد ان شاء الله كوباية على الريق وكوباية على بعد لا كوباية قبل الغداء وكوباية قبل النوم مباشرة. المشروب دوت جميل جدا 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 في التخلص من دهون، وخصوصا دهون منطقة البطن. كمان يا جماعة المشروب ده مفيد جدا لحاجة تانية، المشروب دوت بيساعد على التخلص من الاضطرابات المعوية وبيعمل على التخفيف من الالتهابات. لا، والاحسن من كده ان المشروب دوت بيعمل على طرد جميع الغازات من البطن، يعني بيعمل على طرد جميع الغازات من البطن. يعني المشروب ده صحي جدا ومفيد جدا، وتقدروا تستخدموه يا جماعه. وفوائده كتيره جدا، والزنجبيل له فوائد كتيره طبعا، والكركم كذلك. فالمشروب دوت جميل جدا، وتقدروا تستخدموه. الوصفه سهله جدا وبسيطه جدا. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم يا جماعه. طبعا احنا هنفضل يعني تفضلهم لحد ما يحصل غليان، يعني تفضلهم مع الخليط لحد ما يحصل درجه الغليان. فطبعا عشان الوقت انا ان شاء الله هنهي الحلقه، واتمنى تكون الوصفه عجبتكم يا جماعه، والقاكم في حلقات اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.